هكذا تتعامل الصحف الإسرائيلية مع الأوضاع في مصر. دكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. دكتور سعد، أهلا بيك. بارك الله في الظاهر الأعلى كتب في المشاهدين. دكتور سعد، احنا بس الحقيقة يعني قبل قليل عرضنا تحقيقا عن إحدى القرى في سوهاج، الناس يتحدثون عن أنه الجان يشعل النار في منازل المواطنين، والحقيقة نسمع ذلك كثيرا. كيف يمكن أن نخاطب الناس؟ كيف يمكن أن نقنعهم؟ كيف يمكن أن نتحدث إليهم؟ هم على يقين تام بذلك، هل هذا صحيح أم خاطئ؟ هم الحقيقة بيتوارثوا هذه الأخبار جيل بعد جيل، وخاصة في دول إفريقيا وفي صعيد مصر وفي كل البلاد التي لا ينتشر فيها العلم. ده تلاحظ ان البلاد اللي هي بيعلو فيها صوت الجن وصوت السحر وصوت العين والحسد ومثل هذه الاشياء اللي بيعلو من قدرها، الاماكن اللي العلم فيها بيقل والانسان بيجد سلواه في مثل هذه الاوهام اللي هيعيشها. هو بعضهم بيستند الى بعض الايات القرانيه وبعض الاحاديث الوارده في سحر، مثلا زي سيدنا رسول الله السحر وتم كشف هذا السحر في بئر زي ما ورد في بعض الاحاديث الصحيحه. ايضا استدلوا بقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقولون هذا ما حدث في عهد سليمان ويتكرر بالعلم او يتكرر بمضي الزمان، لكن اين موقفهم من قول الله عز وجل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله؟ نحن ايماننا بالله بيستلزم ان نضرب اي قوه غيبيه عرض الحائط ولا نعتبر الا قوه الله عز وجل. ايماننا بالله بالغيب يقتضي أن نتجاهل كل ما يقال من أي قوة خفية إلا قوة الله عز وجل. إذا كان هناك قوة خفية فهي قوة الله، إذا كان هناك قوة غيبية فهي قوة الله، أما قوة جن أو خلق آخر فأعتقد أن الله العادل لا يمكن أن يسلط بعض خلقه على خلقه وإلا لسقط التكليف. كيف يحاسبني ربي وليس الأمر في يدي؟ كيف يحاسب الله عز وجل الإنسان وليس الأمر في يده؟ لابد أن نتعالى على هذه الأصوات وأن نحيي العلم. العلم هو الطريق الوحيد لقناعة الإنسان في مستقبله، لكن أن يعيش مع هذه الأوهام وهذه الخرافات، أين إيمانه بالله؟ أين ثقته بربه؟ إذا كان ثقته بربه ضعيفة إذا له الحق به أن ممكن قطة تخوفه. من خاف غير الله أخاف منه كل شيء، ومن خاف الله أخافه الله من كل شيء. إيمان الإنسان بيثبت أقدامه، الإنسان بيخرج ويقول توكلت على الله، فين التوكل على الله عز وجل؟ يعني ذكر اسم الله عز وجل كافي لتحقيق القوة الذاتية والإحساس بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بس هو هنا دكتور سعد الناس سابت بيوتها وقاعدة في خيام، هي على يقين من أنه الجن هو الذي يشعل النار في بيوتهم ولا أحد يذهب إليهم حتى لمناقشتهم، هم على يقين بذلك. يعني أليس هذا عار في عام 2014 مع الحضارة الإنسانية ووجود العلم؟ ولماذا هذه البلاد بالذات أو هذه القرى بالذات وتركت سائر قرى ومدن مصر وسائر مدن العالم؟ لماذا هذه البيوت بالذات؟ يعني مسألة محتاجة دراسة أساتذة علم النفس، دراسة أساتذة الطب، أساتذة الأمن، لأن في خبراء أمن بيعرفوا الحقيقة اللي وراء هذا أمر مفتعل وأمر سري ولا هذا أمر غيبي.
الامر الغيبي لابد ان نسلم الامر لله. هو زلزال، الزلزال معروف، حتى العلم درسوا الزلازل والبراكين. هل العلم مش عارف يدرس مثل هذه الظاهره او مثل هذه الحاله اللي بنسمعها بين الحين والحين؟ فين الايمان؟ لازم نثبت اقدام الناس ويدخلوا بيوتهم يقولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لازم نقوي كل انسان يدخل بيته ويقتحم بيته ويبقى هو اقوى من الجهل. ما ينفعش الانسان يبقى اضعف، ده الانسان ربنا خلقه في الدنيا مكرمه، ولقد كرمنا بني ادم، فهو السيد في هذا الكون اللي احنا عايشين فيه في الحياه. ازاي الانسان يعجز امام الاسد ولا امام النمر ولا امام الجن ولا امام اي كائن اخر؟ بس سيدنا رسول الله ربط الجن، ربطه في سارية من سواري المسجد. يعني الجن اضعف من ان يكون كائن يخيف الانسان. على الانسان ان هو يواجه مستقبله ويواجه بيته ويفتح صدره ويأمن ولاده ويأمن زوجته ويأمن اهله ويدخلوا البيوت طبيعي. وكفايه ان احنا نعيش في 2014 ونشوف لسه المعاني الغامضه دي. دكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، الف شكر. طبعا لابد ان نواجه الناس، نقنعهم، لانه الحقيقه بعض الناس هياخد ده في